Comment tu vas? نشكر رئيس الجمهورية التونسية على استقباله لهيئة التنسيق الوطنية اليوم. نقلنا للرئيس تحيات المنسق العام الأستاذ المحامي حسن عبد العظيم وكامل أعضاء المكتب التنفيذي في دمشق، أيضا تحيات كل النقابيين والحراك والتنسيقيات التي تعمل في الميدان والأحزاب السياسية العضو في هيئة التنسيق الوطنية. بالطبع نحن نعتز بالدعم الكامل الذي تقدمه تونس الثورة والرئيس التونسي لسوريا، الشعب للثورة السورية، للمشروع المدني الديمقراطي الذي يناضل من أجل الشعب السوري اليوم. تم التأكيد على رفضنا المشترك لكل أشكال العنف، لأي شكل من أشكال الطائفية من أي طرف جاءت، وللتدخل الخارجي. وتم أيضا التأكيد على ضرورة إنجاح خطة كوفي عنان باعتبارها وسيلة أساسية من وسائل وقف العنف اليوم، لفسح المجال لإعادة الاعتبار للخطاب السياسي ولانتقال سلمي للسلطة نحو سوريا ديمقراطية. النقاش بالأساس تم أيضا حول وحدة المعارضة، وأعرب الرئيس التونسي عن ضيافته إذا شاءت أطراف المعارضة أن تجتمع بعد اجتماع القاهرة هنا في تونس في أي وقت تشاء.